حكت روحي ويا ما ندها القلب بشرياني وجروحي تنده إلك يا رب ببكوت ونوحي تهون علي الصار فوح يا ريحة سلم أحباب القلب لا لا ولا لا يا بلا ذهب والضاء الله اكبر يا وطن يوم الوغى ننده نقول الله الله اكبر يا وطن اسمك مطرس بالذهب والضاء لنهاب العدا ولا توب الردى لنهاب العدا ولا توب الردى الا العالي نقول الله لا لو لا لا يا بلالة شامي بين الرجالة بالفارس حارس على باب من نور طرف شالة بابك غالي بغلا العيون طهر وصل اطرابه يوم المحن منصور الله اكبر يا وطن بابك غالي بغلا العيون طهر وصل اطرابه يوم المحن منصور لنهاب العدا ولا توب الردى لنهاب العدا ولا توب الردى إلا العالي بعلا الله 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 يوم الوغى ننده نقول الله يا ما شكت روحي ويا ما نده القلب شرياني وجروحي تنده إلك يا رب ببكوتي ونوحي تهون علي الصار فوح يا ريحة سلم طالما وصلت لطيران معناتها ما رح يتراجعوا واخواتنا بالإمارية ما رح يتحملوا وبعدين يا معلم ما لازم يكون في حل لك هدول ناويين يهدوا الإمارية على أهلها ولا رح يرحموا لا حرمة ولا ولد عمره المحتل ما رحم حدا السلام عليكم وعليكم السلام راجع فندي جوا؟ جوا شرفوا معي يا جماعة تفضلوا تفضلوا يا أخوان ولا أنا برضاه يا أبو عزيز يعني أنت بتفكر أنا بريد يضرب الحارة بالطيران بس هذا اللي صار يا أخي الجماعة عندسلن على طرف والطرف الكبير فيهم بعدين يا حبيباتي هاي فرنسا مو لعبة يا سيد راجي هذا الموضوع حكينا فيه وانتهينا منه عم قلك لو منعرف مين الفاعلين كنا سلمناهم وارتحنا وريحنا يا أخي نحن أولاد اليوم وهذا اللي صار شو المعنى رجي أفندي شو المعنى شو المعنى يعني سيدي سلموا الفاعلين ويا دار ما دخلك شر رجعنا نفس الديباجة لو كنا منعرف مين الفاعلين كنا سلمناهم وخلصنا من الدوبة خيار رجي أفندي لك يا سيدنا هلأ ما صار شيء
معكم من هون لبكرة الصبح. بعدين بركض هالفاعلين يأنبن ضميرهم ويسلموا حالهم، ما بتعرفوا. بس يا أخي اشتغلوا، اتلحلحوا، اتحركوا، خلصونا بقى. لا حول ولا قوة. من إيدين شرف يسلموا. يا ميت أهلا وسهلا. حاصلوا عمي. صاغي لك عمي. بتسلم على الجميع وبتقول لهم بيقلكم أبو طالب وصلتوا. نحن بأمركم يا أبو طالب. وبتقول لحمزة غص نص على لساني بيقول لك أبو طالب لا تسلم حالك ويترك الباقي علي. لك أدخل روحك يا عمي أبو طالب، بس كيف؟ هذا ابن الحرام الكولونيل قايل له ما معك غير لشروق شمس بكرة. بعرف بعرف. أنت اعمل اللي قلت لك عليه وترك الباقي على رب العالمين. هي بأمرك. عمي طلال اللي بيجي من رب العالمين يا محلا. لا إله إلا الله عمي أبو طالب، لا إله إلا الله. محمد رسول الله، لازم فورا تتحرك. جاهز. يا الله يا الله يا الله. العشاء جاهز. تعشوا انتوا كأنه أبي مو على طبيعته؟ أيوة والله أبي وشه مخفوق. لا هذا هو أبوكم، لا تبلشوا تشغلوا لي بالي. أنا متأكدة إنه في شيء صار بينه وبين الضيف اللي كان عنده. أبي وبعرفه. لك لوين رايحة؟ لك تعي. عجبك أختك؟ ما بتبطلها لهالعادة. طولي بالك لو تعي. طولي بالك. لك تعي أنا بشوفك أبوكي. ما قلت لكم إنه في شيء؟ حامل باروتة وجناد الفشار. شو هالحكي؟ لك إيه؟ عن جد عم تحكي؟ قولي على قامتي لإيش البارودة والبشك بهالليالي؟ إيه أنا ما صدقته عم ترجع لي سالم غانم. ابن عمي وين متهون بالبارودة والفشك بهالليل؟ إذا طولت غيبتي يا أم طالب، مريم وصالحة والمخلوقة اللي بطنك أمان برقبتك. ليش لوين رايح؟ مشوار. برحمة والديك تقلي لوين هالمشوار وتطمن لي قلبي. بعدين يا مطالب بعدين. مشوارك بعيد؟ جايز. بتطول؟ الله أعلم. ليش هيك عم تحاكيني مثل الألغاز؟ كلامك عم يخوفني. ليش يا بي مريم وانت يا صالحة؟ رب العالمين طعمني ياكم احلى جوهرتين. كان منايب ولد، بس بدي اياكم مثل ما ربيتكم، مدمشقين واخوات رجال. يا سندي بس صعب علي فرقكن يا بوبو العين، وإذا ما فرقتكن أصعب وأصعب. يا سندي وتاج رأسي. هذا آخر كلام عندي. إذا من هلأ لبكرة الصبح ما انحليت أنا راح أتصرف. نحن كلنا معك على الموت أبو العباس، وما منتخلى عنك وما حدا بيعارضك. مثل ما قال طلال يا أبو العباس، وحياة عينك كلياتنا معك على الموت. كفو يا رجال كفو. وإذا هالشي مكتوب فيا ميت أهلين وسهلين بحكم رب العالمين. وكل عمره الحبس لرجال عمي، لرجال. قولوا الله. يلا يا رب. يا مهون. الشام فخر العرب مثل بياديهم، ما يوم جاه العدا إلا وبياديهم أهل أمان وقدر الله بياديهم. يا يابا يا
Shoot!
كتبت. هاتوا القلم من فضلكم وتوا يا بنا حلو ركبي صفحتي من بلوتي. طولي بالك يا خانم طولي بالك. معمات ما عم صدق. لا صدقي يا خانم، لو ما اجى جنابه بالوقت المناسب كان هذا الشخص الغريب عمل له شكاينة بجنابك لا سمح الله. يعني انا ليش انا كيف يعني شخص غريب بيفوت على بيت كولونيل الأمن؟ ليش بده يزيني لي؟ الله أعلم الله أعلم. يا ترى وينك هالأيابي؟ شو صاير معك؟ الله من عنده ينصرك وتقدر تساعده يا رب. شو وسطك انت؟ صار لك من كم يوم اهلك معك وبتضل سرحان؟ ما في شيء ما في شيء، مشغول بالي على الحاره واهل الحاره وهتلاقي هم الميمي واخواتي الصغار. نحن قلنا رب العالمين ورب العالمين ما بينسى حدا. ونعم بالله ونعم بالله اخي طلال. ايوه هلا عرفنا شو عم بيجعك. عم يجعك قلبك. لك لا اعوذ بالله. شو عم تحكي انت؟ بالك عند الخطيبه معي. قوم اعمل لك دوريه على رجال. قوم. اي والله احسن شيء. لك يضرب الحب شو بيزل. قلت لك شاي غير شكل، دفي بدنك فيهم احسن ما عم تطلع وتنزل على الاساطيح. اي والله انا ذهب قلبي عنك. والله ما بقدر يا خالتي، خايفه ينزل له شفر نساوي ثاني. حكم تيتا والله ما بقى لقيانه. لك بعيد الشر عنها، ليش هيك عم تحكي؟ اسمعي مني غيري عقلك واشتري هالشايات كثير طيبين. ها ليش مين له نفس؟ وشباب الحاره نصها بسجونه ونصها الله اعلم وين. عمي حمزه ان شاء الله بكفني، صار له كم يوم ما اجى على البيت، مالي عرفانه شو صاير معه. اكل شارب ما عم يشرب، مالي عرفانه شو صاير. ان شاء الله بيقبر قلبي. Oh.
ترجع حدث مرة ثانية. ايوه ايوه جاي جاي. اهلا وسهلا عمي. بالمهلة عمي. بالمهلة. تفضلوا تفضلوا. خير ترى شايف وبشكن حكي ها؟ خبرية ما بتسر منوبي عمي ابو عدنان. خير شو في؟ شلستوني تراها. عمي ابو طالب. شو عمك ابو طالب؟ عمي ابو طالب انأسر. انأسر؟ حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. فوتوا فوتوا عمي، فوتوا نحكي جوا، فوتوا تفضلوا تفضلوا. لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. لكن لك فكر يا خانو، هلا جنابه بيعرف كل شيء بيجي بيطمنا. قولي للحراس يشددوا الحراسة. ما بدي اللي صار يتكرر مرة تانية ابدا. من عيني هي قبل هي، بس طولي بالي. كولونيل فرانس سيل فوبلي. الو وي وي فرانس. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Calme-toi. On contrôle tout. Un étranger dans notre maison. De quel contrôle tu me parles, France? Tu sauras tout. Après les enquêtes. Je t'en prie, France. Moi, j'ai très peur. Je te dirai tout plus tard. D'accord. Au revoir. Valet! Bâtez le Naqib Fakhri et le Moulazim Abed Bsara. لك اهلين برجال، طمنونا بشروا. وين ابو طالب؟ ابو طالب انأسر يا رجال. شو عم تقول؟ انأسر؟ مثل ما عم يحكي صابي. لك يا باطل عليك يا عمي ابو طالب، ولك كيف شلون هيك صار؟ هذا اللي صار، هاد. تعالوا احكيكم شباب، تعالوا. هاد لشو؟ لك شلون صار هيك؟ يا باطل، يا باطل يا طالما واقف اطلاق النار وما عاد في طيران بالجو معناتها في شيء صاير بس احنا ما بنعرفه. لذلك انا بشوف انه تتريس انت والشباب شوي لنعرف اللي صاير. بلا ما تساووا شغله بعدين تندموا عليها. يا مختار الفرنساوي مجرب كذا مره وانا خايف تكون الحركه شيء ضرب من ضروب الوساخه تبعه. ها يا ابو العباس، يا ابو العباس، العيال تعبت والاطفال هلكت. انا برايي لازم نلتفت شوي للعيال كمان. أنا بشوف ننتظر للظهر وبعدين منقرر يا أبو العباس. أنا من رأي الشيخ والمختار حتى ما نخسر رجال من الحارة فوق اللي خسرناهم. إيه والله بكفي، بكفي كل شيء راح من رجال الحارة. تكلنا على الله عمي، بالنهاية شور شور كون. سيدنا الشيخ شرف معي. أبو العباس عاوزك. يا رب يا رب دخيل اسمك يا رب دخيلك تحمل يا رجال يا رب. يا امير يا فهيم يا عبد الاجاويه. وحدي الله يا ام طالب وحدي لا اله الا الله. هذا امتحان من رب العالمين وانت مؤمنه يا ام طالب. ونعمه بالله ان الله مع الصابرين. يا ابو طالب الله يصبر اسره كل عمره ايده للخير واكيد رب العالمين ما راح يضيمه. الله يفرجها عليه. توكل على الله. توكل على الله. توكلنا على الله يا رب. الله يفيدها اسره يا رب. الله يسلمك، الله يسمع منكم، الله يسمع منكم. يا رب دخيل. لا إله إلا الله. لا تضيق يا رجال، يا رب دخيل. يا رب. لا إله إلا الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلين يا رب. أهلا وسهلا يا رب. أهلا وسهلا. أهلين يا رب. أهلين الحمد لله. أهلا وسهلا. شرفتك. يا رب يا رب يا سندي يا حبيبي. بعرف انه مصابك كبير وهذا مصابنا كلنا، بس امنتك بالله تكوني قويه مو من شانك مشان البنات. ايه والله اختي ام صابر عم تحكي مزبوط، ولي على قامتي من وقت ما سمعوا الخبر والله ما نشفت لهم دمعه. بعدين انت حبله والزعل ما بيسوى لك. اتكلنا على الله، اتكلنا على الله يا اختي، اتكلنا على الله. والله مو بايدي، والله مو بايدي. بعرف نار مصابر، نار نار بقلبي قايده نار. الله يصبرك، الله يصبرك، يكون معك. دخيلك يا
رب دخيلك. يا اختي قلبي مثل النار، نار وقايده بقلبي، هيك عم تعمل هيك. معك حق، معك حق. وصيبه وصيبه يا والله. يا والله يا عزيزك يا الله، وصيبه كبيره يا والله يا رب. يا رب تجينا بلا حبيبك محمد يا رب. اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا. الله يحرمني منكم مضبوطة أبو طالب انأسر. دخيلك يا مختار، طمنونا طمنونا. دخيلك لأنه مو معقول هذا الوقت. اهدوا واستهدوا بالرحمة يا سيادة. شبهنا؟ مضبوطة الخبرية عمي؟ مضبوط يا ابني، بس طولوا بالكم يا جماعة، طولوا بالكم واستهدوا بالرحمن وحده الله وخلونا نفكر شو بدنا نعمل يا جماعة، شو بدنا نسوي؟ أبو طالب انأسر. شبهنا؟ الخبرية يا منكم اهدوا واستهدوا بالرحمن. هلا موات عياط وشياط ونواح يلي فينا مكفينا. شرف اخي عبد الله، خلينا نشوف ماجد افندي. عسى يلاقينا دوبارة. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. لك ما بتفوت الحال ابو طالب على بال الله. شو بصير؟ الله الظالم، الله الظالم. ما بعدي والله. يا حيف عليك يا ابو طالب. يا باطل يا باطل، ابو طالب ينسر ما معقول. يا واضح عود لك مو شغله بتحط العقل بالكاس. اي والله اي والله واضح. عندنا اثنين شاي مسعد. استغفر الله. احترام سيدي. اسمك؟ أبو طالب. عم بسألك عن اسمك مو لقبك. نور الدين لانواتي. من أي حي؟ من لانوات. شو شغلك؟ تاجر سجاد. وهيك متعود تفوت على بيوت الناس يا نور الدين؟ أخذنا هالعادة من جنابكم يا سيادة الضابط. بتعرف تتفلسف؟ هي مو فلسفة. أنتوا دخلتوا بلادنا بدون استئذان. شو كان هدفك بوجودك ببيتي؟ من آخره يا ابن الناس. قول. كنت بدي أخطف جنابك. شو عم تقول؟ مثل ما سمعت. بدك تخطفني؟ جنابك عم تحكي عربي منيح وأكيد فهمت شو عم بقول. أنت فيك تخطفني؟ حظك حلو فقست. وليش بدك تعمل هالشي؟ بدي فك الحصار عن الإمارية.
هيك دفعة واحدة؟ دفعة واحدة. بس انت قلت لي انك من القنوات. مظبوط. شو علاقتك بالإمارية؟ لا يا جناب الضابط، الإمارية والقنوات واحد. المحاولة فشلت وما رح تقدر تفك الحصار. هذا أمر الله يا ابن الناس. نالك حظك حلو فأسد. بس لازم تعرف كتير منيح، لا أنت ولا ألف واحد مثلك في فك الحصار إلا بشرط واحد. شو هو الشرط؟ تسليب الفاعل أو المجموعة اللي حاولوا يعتدوا على الحاكم العسكري. ولو استلمتوا الفاعل بتفكوا الحصار عن الإمارية؟ طبعا. لكن قدامك أنت؟ أنا. تعرف شو معنى اعترافك يا أبو طالب؟ إعدام. أكيد بيكون هيك رأي ربك يا ابن الناس. بس كل الدلائل بتقول إنه الفاعل من الإمارية. معلوماتكم مغلوطة يا سيادة الضابط. أنت كذاب. أنا ما بكذب. الدليل؟ شحني قدامك. أنت بدك العنب ولا بدك الناطور؟ عم بقول لك شحني قدامك بشحبي ولحمي. أنا الفاعل. بس إحساسي بيقول إنك كذاب. هذا بيكذب يا جناب الضابط مشان يروح على الموت برجليه. أنا ممكن صدقك بس بشرط واحد. شو الشرط؟ شهادة مين ساعدك بالعملية. ما حدا ساعدني. أنا اللي خططت وأنا اللي نفذت وأنا اللي سويت كل شيء. بس المعلومات بتقول إنه في أكثر من واحد كان بالعملية. عمي، أنا اللي خططت وأنا اللي نفذت وأنا اللي سويت كل شيء. كنتوا 10 أشخاص. قلت لك أنا كنت لحالي. بتمضي على هالشيء؟ بمضي، بس بشرط. شو؟ بتفكوا الحصار عن الإمارية. الله يصلحه، كان لازم يفكر يتروى ياخذ رأينا قبل ما يعمل هيك عملة. ايه للأسف هذا اللي صار يا مجد فنتي، هذا اللي صار. فبركي جنابك بمعرفتك يعني تستفسرنا عن أحواله وعن مصيره لك عميم. المشكلة يا أخوان، طالما القصة صار فيها كولونيل أمن هذا وضع صعب كتير كتير كتير. يا لطيف يا لطيف. ايه بس كمان ما فينا نترك ابو طالب بهالمهنة ونقعد نتفرج يا افندي. انا ما حكيت هيك يا ابو عدنان، بس القصة مو سهلة بنوم بنوم. ايوه المشكلة يا اخوان، هذا كولونيل الامن واحد عديم الرحمة والانسانية. يعني خلص راح ابو طالب يا ماجد افندي؟ راح ابو طالب؟ يعني انا بصراحه ما بتمنى هذا الشيء يصير بنوب. بس مثل ما تفضل ماجد افندي، فانت الشغله مو سهله بنوب بنوب. يا لطيف لطف يا رب يا لطيف. حسبي الله ونعم الوكيل. Répète ce que vous avez dit. Je capturerai le criminel qui a tenté de vous attaquer. Ce sont les habitants de quartier qui font les remis. Non, monsieur. C'est moi-même qui l'a attrapé. Raconte-moi comment c'était passé. Elle a tenté de me tuer dans ma propre maison. Quelle insolence. C'est vrai. Son insolence l'a mené au pire. Ce type vient du quartier d'Al-Imariye? Non. Du quartier Qanawat. Est-ce qu'il a avoué cela? Oui. Il a même signé ses aveux. Colonel France, c'est la première réussite pour vous. Je suis très content.
C'est mon devoir, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'attends vos ordres, monsieur. Colonel, nous devons justifier notre siège du quartier de l'Imarie. J'en ai pas besoin, monsieur. Moi, je savais que votre présence nous aidera de trouver une solution concernant la sécurité à Damas. Je suis à votre disposition, monsieur. Colonel, vous devez enlever le siège du quartier de l'Imarie. Tout de suite, monsieur. À vos ordres, monsieur. نعم نعم. الكولونيل فرانس معك يا راجي. احترامي سيدي احترامي. اسمع. عم بسمعك سيدي عم بسمعك. بتبلغ اهالي حي الإمارية بفك الحصار ويرجعوا لحياتهم الطبيعية. يا سيدي عدم مؤاخذة شو صار سيدي؟ مشي الحال ومسكنا الفاعل. اوف. ومين طلع ابن الحرام سيدي؟ شخص من القنوات واسمه أبو طالب. لا لا سيدي مو معقول سيدي مو معقول الله وكيلكم سيدي مو معقول أنا بتأكد إنه من الإمارية سيدي معقول ومعلوماتك كلها طلعت غلط سيدي عفوا شو عم تحكي حضرتك سيدي أنا بتأكد إنه من الإمارية مو هذا المهم وحسابك بعدين طيب سيدي طيب حاضر سيدي حاضر مع السلامة اللحمة شو اللي صار فيك يا راجي؟ أعوذ بالله أنا انتهيت خلص انتهيت يا راجي حسبي الله ونعم الوكيل يا أهل الإمارية يا أهل الإمارية لبشارة يا أهل الإمارية يا أهل الإمارية يا أهل الإمارية لبشارة شوفي لبشارة شوفي راجي أفندي إيه شوفي لبشارة إلي هاتوا لبشارة لاني انا رحت لعند السلطات العليا الفرنسيه وترجيتهم وبوست ايديهم لحتى غيروا رايهم ها وبعدين المهم يا شيخ فندي وصلنا للزبده رح وصلك يا شيخ رح وصلك انا كنت بترجيتهم وبوست ايديهم قاموا بطلوا يخسوا الحارب الطيران وفكوا الحصار عن جد هالحكي ومو بس هيك العرف الفاعل الحقيقي اللي حاول اغتيال الحاكم الفرنسي ها مين هذا شخص بالأدوات واسمه ابو طالب شولت مثل ما سمعت شو عم انجل معك وشلون المسك هذا ابو طالب هلا شو بدك شلون المسك المهم انمسك وبس هالحقير هالواطي يلا السلام عليكم وعليكم السلام مع السلامه يا بطل عليك يا ابو طالب يا بطل عليك يا ابو طالب وحد الله وحد الله يا حمزه وحد الله يا ابو ضاي روانا ابو العباس روانا كرامه لله ابو طالب ابو ضاي وكبير وعمل باصله ونحن لازم نعمل باصلنا يا طلال ونحن لازم نعمل باصلنا السلام عليكم اهلين وسهلين ماجد افندي تفضل تفضل استريح طمني ان شاء الله صار معك شيء اوف يا ابو عدنان هاي جيتي من عند واحد من معارفي موظف في السرايا ابو طالب الله يصلحه معترف انه هو وراء محاوله الاعتداء على الحاكم العسكري شو هالحكي اي نعم شلون بدي اعترف بشغله ما له عمل شلون هذا اللي محيرني ما بعرف ما بعرف حسبي الله ونعم الوكيل شوف يا مختار هلا الفرنساوية بعد ما اعترف ابو طالب الله يصلحه راح يحجزوا على املاكه ويعتقلوا المقربين مشان هيك
لازم تبلغ أهليته يخلوا البيت ويتواروا عن العين كام يوم. كمان؟ شو هالمصيبة يا رب؟ معلوم، وكمان لازم تفرغوا الخان البضايع اللي فيه قبل ما تنتهي. الله أكبر. لازم تتحركوا بسرعة قبل ما يطبوا جنود الفرنساوي مثل القضاء المستعجل. خلاص خلاص، نحن بنتصرف يا مين. لكن لك فكرة، تفضل معي، تفضل تفضل. يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام، هلا سيدنا. طمنوني يا جماعة، شو الأخبار؟ شرف معنا شيخنا هلا، شرف معنا وعلى الطريق بحكي لك كل شيء. ما في وقت هلا سيدنا، لازم تتصرف بسرعة، أنا حكيت كل شيء أبعد. شو معلش شو تفضل تفضل يلا. شو عم تقولوا يا سيادنا؟ شو عم تقولوا؟ لك هلا مو وقت الحكي، مو وقت الحكي لك عميم. طب إذا ما طمنا على العمي أبو طالب على مين بدنا نطمن يا عمي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لك ابني فهموا قصة شو لازم تعملوا قبل ما تقعوا أنتوا بالطابوسة. لسه بده يقع أكثر من هيك عمي. يا علينا، اسمعوا لك يا ميم، اسمعوا وفهموا. تفضل عمي تفضل. بسرعة البرق بتطلعوا السجاد من هون بتحطوه بمكان آمن، لأنه الفرنساوي بجوز يداوم المطرح ويصادروا البضاعة كمان. عمي كمان قلنا لكم واحد والله واستاذ بالرحمن. لك عمي شبنا واحد والله، لك شبنا شيء. وبعد ما بطلوا البضاعة بتكفوا مغياب، لأنه الفرنساوي بجوز يلحقوكم. لا عمي، الخان ده يضل مفتوح، واللي بيقرب هون رحمة الغواري لنجيب أجرهم. هي علينا، لك عميم هلأ مو وقت المراجل. الفرنساوية ما معه لعبة لك ابني، ما معه لعبة. ونحن كمان زعلانين، زعلانين أكثر منكم، بس للضرورة أحكام. حركوا لك ابني، حركوا يلا يلا حركوا حركوا يا أمرك. أنا أبو عدنان اختي بطالب ومعي الشيخ عمر. يا أهلين تشرفنا. اسمعي يا أختي شو راح أقول لك، بتنفذي بالحرف الواحد أنت والبنات الله يرضى عليك. لا لا ولا لا يا بلالا شبيب رجالة، كل فارس حارس على باب بالنور مطرس شالة. الله أكبر يا وطن، يوم الوغى من دهن نقول الله. الله أكبر يا وطن، اسمك مطرس بالذهب والفضة. الذهب والغاء لنهاب العدا، ولا توب الردى لنهاب العدا، ولا توب الردى إلا العالي بعلا. الله الله الله، يوم الوغى من دهن يقول الله. لنهاب العدا، ولا توب الردى
شكت روحي ويا ما نده القلب شرياني وجروحي تنده إلك يا رب ببكوتي ونوحي تهون علي الصار فوح يا ريحان سلم أحبابي.